المهم انا غنبارطاجي ليكسبيريونس ديالي باش الناس اللي باغيين يتلونساو في الدومين ولا الناس اللي ديجا بادين وتالفين ما يديروش نفس لي زيرور اللي درت. انا بديت ان 2017، بديت كنعرف الدومين، يعني كنقرا عليه شويه هنا شويه هنا شويه هنا، وكنشوف لي فيديو اللي طمعوني لا فيريتي، انك مثلا 100 دولار غادي تربح عشرات المليون في السيمانه وداكشي. دونك قلت واو، بديت كنقرا وداكشي وكان انفيستي، اللي كنقرا غير شي شويه كنمشي نحط الفلوس في البروكر، 200 دولار 300 دولار كتمشي ليا صافي، كيطلع ليا الزعاف كنخلي داكشي، كنقول هادشي راه ما خدامش، هادشي ما فيش الفلوس غنصب صافي. كان شويه كنعاود نرجع كنقرا شي شويه كنعاود انفيستي الفلوس كيمشيو ليا. دونك بديت اكزاكتومون ملي جات الكورونا. انا قبل بحال غير ما عطيتوش حقه، يعني كنخدم شي شويه كنمشي نغبر واحد 6 شهور كنرجع نقرا شي شويه كنمشي نغبر، دونك ما عطيتوش حقه. ملي جات الكورونا كان عندي بلوس دو طون، قلت صافي خصني نتفوكاليز على هذا الشيء، انا ما مجوراش للخدمه باش نخدم شي شركه ولا شي حاجه، انا خصني نركز على هذا الشيء. دونك من الكورونا بديت كنقرا وتعلمت، ما تعلمت الخبايا ديال الدومين، منين عطيتو حقه حتى هو عطاني. بديت كنقرا تعلمت، من بعد دوزت لو تيست، ما كانش عندي الكابيتال انني نبدا. دونك الشركات ديال التمويل كيف هضر عليهم الولد اللي قبل مني، كاينين بزاف، كاينه ماي فوركس فاوند، كاين اب بروفيت، انا بديت مع اف تيمو. انا صراحه بديت مع تيمو في الاول حيت عندها بزاف ديال لي تشالنج، كاين من 10 كا حتى ل 200 كا. انا بديت بالتشالنج ديال 10000 دولار، 10000 دولار دوزتو فاليديتو شي زعما تفيريفيا ليا لو كونط في 25 يوم بحال هكاك، تفيريفيا ليا لو كونط، لانه المشكل الكبير اللي كان عندي هو كنقولها انا تعلمت ولكن ملي غادي نجيب الفلوس باش انفيستي، لانه باش زعما باش العائق هو ان كل ما كان الكابيتال صغير كل ما كيكون الربح قليل وكل ما كيكون ستريس والريسك كبير. دونك ملي كيكون كابيتال كبير كتكون مرتاح. الحمد لله كاينين دابا لوبورتونيتي لهاد الشركات ديال التمويل كيعطيوك هما الكابيتال، يعني انت ما كتسدعش راسك، خاصك غير تانفيستي في راسك انك تعلم وتقرا وتكون واعر. دونك الفلوس هما اللي كيعطيوهم ليك. مهم انا بديت تشالنج ديال 10 كا، منين دوزت تشالنج 10 كا بقيت غاده بشويه 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 حتى خديت الكابيتال ديال 100 كا الحمد لله. ودابا انا غاده خدامه زعما خدامه معاهم مزيان. النصيحه اللي بغيت نقول ان الدراري قبل ما يتلاح في الدومين وقبل ما يغروش هذوك لي فيديو اللي كيبقى يشوف حقه شهر غتولي واعر، ما كايناش هاد الهضره، يعني خاصك فريمون تانفيستي الوقت وتعلم، وإلا عطيتيه لهاد الدومين راه حتى هو غادي يعطيك، حيت أنا لي غاغ لي درت في اللول مكنتش عاطيه حقه. دونك كنت كنقرا شي شوية بحالا كنتفلا، نهار تعلمت وقريت وعطيتو فريمون حقه حتى هو عطاني. الحاجة التانية اللي غادي ننصح بها الدراري زعما انهم ما يتبعوش بزاف ديال الناس اللي كيديروا تريدينغ، يعني مثلا هو كيتعلم يحاول ما يبقاش يشوف هذا وهذا 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 وهذا، لانه ملي كتبع بزاف الناس اللي كيشرحوا لك مثلا الدومين كتودر ما كتبقاش عارف شنو خاصك تتبع. خاص يحاولوا انهم مثلا يتبعوا واحد الانسان اللي كيشرح واحد دراسه من مدارس ديال التحليل ديال مثلا، حيت كاينين بزاف ديال المدارس، كاين الهارمونيك اليو التحليل الزمني كلاسيكي كاينين بزاف. دونك يتبعوا شخص واحد اللي زعما عنده واحد المدرسه، منين يضبطوها يدوزوا لحاجه اخرى، يعني ما يبقاوش مثلا من التحليل الفني يمشيو يتبعوا واحد كيدير التحليل الموجي لانه داكشي كيرون. منين كتضبط واحد التحليل مثلا التحليل الفني عاده باش ندوز للتحليل الموجي، عاده باش ندوز للهارمونيك، عاده باش يعني
كل مدرسة يعطيوها حقها،